جلال الحنفي. هو الشيخ جلال الدين الحنفي البغدادي، الفقيه الديني والكاتب الموسوعي والمؤرخ اللغوي. ولد في بغداد عام 1914، ودرس فيها الابتدائية والمتوسطة، ثم التحق بكلية الإمام الأعظم الدينية في جامع الإمام أبي حنيفة النعمان. التحق عام 1939 بالأزهر الشريف في القاهرة، ثم عمل في مجال التعليم الديني والوعظ في الجوامع البغدادية. قام بتدريس اللغة العربية في معهد اللغات الأجنبية في مدينتي بكينة وشنغهاي بالصين عام 1966. تولى تدريس فنون التجويد في معهد الفنون الموسيقية ببغداد، ومنها عرف باهتمامه البارز في فنون المقام العراقي. برع كدارس لبغداد المدينة والتاريخ واللغة والأمثال، وله كتب صارت مراجع في هذه المجالات. ظل معروفاً خطيباً لجامع الخلفاء في بغداد التي درس وأحب حتى وفاته عام 2006.